اهلا بحضراتكم من جديد. زي ما قلت لكم قبل الفاصل، الدكتور مهند مجدي بطل العالم في الكاراتيه، فلما في رياضي يصل الى مصاف بطل عالم اعتقد بيكون وصل لمسيره رياضيه حافله بالعطاء وبالتميز، لكن كمان لما يكون وصل في الدراسه للنبوغ العلمي لدرجه دراسه الطب، فبنكون بصدد نموذج على اعلى مستوى من الناحيه الاداريه، من الناحيه الرياضيه، ومن الناحيه العلميه. خلينا نرحب بالدكتور مهند مجدي المرشح لعضويه مجلس اداره النادي. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ابراهيم، سعيد جدا بالتواجد مع حضرتك وفي بيتنا الكبير يعني. مشرفنا، واعتقد دكتور مهند نموذج ثري جدا يحتاج لوقفه طويله معاه. الله يخليك، يعني دي حاجه تسعدني جدا طبعا مقدمه حضرتك، وده نتيجه يعني عوامل كتير جدا اهمها الحمد لله. لا البطل يستحق كده بصراحه، الله يعني لما حد يكون وصلنا لمستوى بطل عالم فليك كل التحيه والتقدير. يعني يمكن لو ما كانش ظروف سمحت لي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي وارعى وابقى من ضمن ناشئين النادي الاهلي، ما اعرفش والله الدنيا كان ممكن تاخدني فين. الحمد لله يعني، الحمد لله. عشان كده هنشوف بعض من ملامح مسيره طويلة رياضية وعلمية للدكتور مهند.